في الشك كمان بالأمس هنتقل لقضية تانية، قضية كنا قد تناولناها بالأمس. كان معانا الفنان محمد رمضان، محمد رمضان بطل فيلم عبده موتة، اللي اتهم من خلال الفيلم بالتسويق والترويج للبلطجة والبلطجية. محمد جالنا على طول من النيابة مباشرة بعد إخلاء سبيله بكفالة 10,000 جنيه، كان متهما بحيازة مجموعة من الأسلحة. في الحوار أكد الفنان محمد رمضان أنه تم تلفيق القضية له من قبل ضابط الشرطة، تحديدا نقيب علاء المنصوري، يعني هو الذي وضع له هذه الأسلحة. ليه؟ لأنهما تبادل الشتائم، وكان في كلام تاني أنه عنده عقدة من النجومية، يعني الناس كانت بتتصور مع محمد رمضان، فلفق له القضية بهذا الشكل. نقيب علاء المنصوري معنا على الهاتف. نقيب علاء، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذ وائل. نقيب علاء، بالأمس عملا بحق الرد، وطبعا احنا خدنا كان معنا يعني أيضا اتصال هاتفي بالأمس، مواجهة بالأمس تتعلق أيضا بأحد قيادات الداخلية، السيد العميد هشام جابر. السيد العميد هشام جابر، وتحدث في مواجهة مع الفنان محمد رمضان. لكنك ضابط الشرطة المعني بضبط الأسلحة، والذي اتهمك الفنان محمد رمضان بأنك لفقت له هذه القضية إما عقدة من نجوميته أو لأنه شتمك بعد أن شتمته. يعني أنت شتمته في الأول فقام برد الشتيمة لك، لأنه بيقولك أنت شتمتني بأمي فشتمك أيضا بنفس الشتيمة. هل يمكن أن تلفق قضية وتضع أسلحة لتلفيق قضية لفنان؟ من حق الرد بقى أستاذ وائل دلوقتي على كل الاتهامات اللي اتسبت لي من الفنان محمد رمضان، وأحكي لك اللي حصل بنور الله. اتفضل. هو الأستاذ محمد رمضان كان داخل بالعربية الجيب بتاعته، وكان معاه شخصين، شخص راكب جنبه في المقعد الأمامي، وشخص راكب في المقعد الخلفي. وبسؤاله عن تراخيص العربية فتح النور بتاع الصالون وقال لي انت ما تعرفنيش، انا الفنان محمد رمضان. قلت له اهلا وسهلا حضرتك، اديتك رخص العربية. فاداني رخصة الخاصة بيه، واداني رخصة صادرة من القوات المسلحة باسم ضابط، وهو شاري منه العربية. فسألته على التوكيل، وبعد كده الإزاز مفيم بتاع العربية، عايز أشوف الشخص التالت اللي راكب معاه في العربية. فطبيعي جدا يا فندم إن أنا أبص، أدخل دماغي جوه العربية عشان أبص على الراجل اللي موجود. فظهرت ماسورة السلاح الناري جنب رجليه في دواسة العربية، جنب رجليه في دواسة العربية في الظهرة، لأن السلاح الناري يا باشا جنب رجلين مين؟ جنب رجلين الفنان محمد رمضان، لأنه كان قاعد، وكان هو يا فندم اللي سايق العربية بتاعته. هو اللي سايق؟ وقلت له يا فندم أنت، طب أنت اتجاه حضرتك فين؟ قال لي أنا اتجاهي رايح أصور فيلم، مشهد فيلم قلب الأسد في طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، في جمعيه احمد عرابي. طريق مصر الاسماعيليه. الله ينور عليك، الله ينور عليك. فقلت له بعد اذن حضرتك، في عسكري بعد كده قال له محمد رمضان انا عايز اتصور مع حضرتك وكده. فقلت له لو سمحت ممكن حضرتك تفضل تخش الحقن الكمين. هو نازل من العربيه، وانا طبعا شايف السلاح من اول حضرتك. هو بيفتح باب العربيه، رحت نازل اليا وجايب السلاح الظاهر اللي كان جنب رجلين الفنان محمد رمضان. قلت له ايه ده؟ وقلت له ايه ده؟ ده قال لي ده بتاع تصوير. طب قلت له ما دام ده حضرتك بتاع تصوير، ببص على الماسوره، حضرتك عارف ان السلاح الموجود صنع محلي خرطوش اللي كان متصور بيه في فيلم عبده موتة. هو قال انه السلاح اللي انا صورت بيه في فيلم عبده موتة سلاح رمزي، سلاح شكلي يعني، مش سلاح حقيقي يعني. لا يا فندم، هو نفس السلاح هو نفس السلاح اللي ضبط في الكمين.
وهو نفس السلاح وسلاح حقيقي، وكان دي طلقة حي داخل الماسورة بتاعت السلاح، وانا فرغتها. تمام يا فندم. هو هي سلاح خرطوش؟ سلاح خرطوش يا فندم من عيار 12. عيار 12. وفي طلقه، في طلقه يعني سلاح جاهز للاستخدام. الله ينور عليك يا فندم. وكمان ما فيهوش بقى يعني طلقات في شنكه، ده في لقيت معاه طلقه حي جوه السلاح الخرطوش. وارد جدا يا فندم ان هو وهو ماشي جنب اي عربيه، بتحصل للشعب المصري عامه، مش زحمه والكلام ده، انت تزن انا ازن عليك، ممكن حد يتطول على التاني، جايز جدا ان هو يطلع الفرد الخرطوش يضرب بيه اي حد. يبقى احنا كده خسرنا روح مواطن، خسرنا واحد بدون يعني اي ذنب. طيب هو قال ان العربيه بتاعته، نقيب علاء خلينا انوب عن الغيب، انا كنت اتمنى انه يبقى موجود معانا لكن الحقيقه حاولنا الاتصال بيه تاني، واحنا حاولنا الحقيقه الاتصال بك بالامس لكن قالوا لابد من الحصول على اذن والكلام ده، وكنا نتمنى انك تكون معانا وانت اللي فضلت ان تكون على الهاتف. بس هنا هو قال انه العربيه بتاعته عاليه وبالتالي، وقال كمان انك يعني اكثر قامه بحيث انك لا يمكن تشوف السلاح وانت واقف، انت فتشت والتفتيش ليس من حقك، يعني بغض النظر بقى لقيت ايه، بس هل فتشت؟ يعني انت فتشت وبعد ذلك هو يقول وضعت له هذه الاسلحه، هل قمت بالتفتيش؟ هل من حقك تفتش العربيه؟ بعد اذنك بقى ارد على النقطه دي، لان النقطه دي نقطه قانونيه. اتفضل. بيجوز حاله التفتيش في حالات التلبس، يعني لو حضرتك مثلا ماشي او اي مواطن ماشي ماسك سيجاره حشيش مشتعله وداخل عليها التنين، دي حاجه اسمها حاله من حالات التلبس. تفتش على طول عشان بالتاكيد معاه حشيش، ف ده يعتبر حاله من حالات التلبس. حاله التلبس يا فندم يجوز لرجل الضبط القضائي تفتيش السياره بعد ظهور حاله التلبس. طيب هنا ايه التلبس بقى؟ التلبس مشاهده فوهه الماسوره بالجانب الايمن جنب تحت، يعني جنب رجل الاستاذ محمد رمضان في العربيه. مشاهدة السلاح الناري، هي دي حاله التلبس، فيجوز ومن حقي التفتيش لان ده سلاح ناري غير مرخص. انت فتشت؟ ولو يا فندم هو بيستخدمه في التمثيل، المفروض ان هو يا فندم ما يمشيش بيه سعادتك، المفروض يكون مع منتج الفيلم او بتاع الاكسسوار بتاع الفيلم، لان دي حاجات تمثيل زي ما هو ما بيقول. هو الحقيقه يعني هو قال ان الاسلحه مش بتاعتي، يعني هو ما بيستخدمهاش حتى هو في التمثيل. هو قال لو جبنا اي يعني حد بتاع جرافيك وطبق يعني صور السلاح اللي كانت نازله له وطبق الصور دي، هو نفس السلاح. يعني انت بتقولنا السلاح ده هو نفسه اللي استخدمه في فيلم عبده موته يعني. تمام يا فندم. وكمان تاني حاجه يا فندم، هو راح يمثل دور تاجر سلاح في فيلم اسمه قلب الاسد، يعني هو طالع في الدور اللي راح يمثله دور. ما هو اللي راح يمثل دور تاجر سلاح مش هياخد اسلحه معاه، زي اللي هيروح يمثل دور قواد مش هيبقى ماشي طول ما هو قاعد بستات يعني. يعني مش معنى انه تاجر سلاح يبقى هيبقى واخد اسلحه طول ما هو ماشي يعني. مش معنى ان هو تاجر سلاح يا فندم ان هو مش هيكون واخد اسلحه وهو ماشي؟ يعني ليس دليلا لو هو هيقوم في الفيلم بدور تاجر سلاح. أنا, انا 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 دليل يا فندم انه السلاح فعلا كان معاه جنب رجليه اليمنى، بجانب رجليه اليمنى حطه على يعني جنب الفتيس كده وظاهر. طيب هنا يعني الفنان محمد رمضان معي بالامس، هو اتهمك بانك انت الذي وضعت له هذه الاسلحه. بعد اذن حضرتك بس ردا استكمله وردا، تاني حاجه لو انا مستقصد الفنان محمد رمضان كنت عملتها له لوحده صح ولا لا؟ كان معاه شخصين، الاستاذ محمد رمضان خرج من سرايا النيابه بكفاله 10,000 جنيه. وخرج المساعد بتاعه ب 5,000 جنيه كفاله والمساعد الثاني ب 5,000 جنيه. يبقى انا كده حاطط السلاح
للثلاث افراد اللي كانوا في العربيه، مش مستقصد الاستاذ محمد رمضان، وقال ان السلاح بتاع الاستاذ محمد رمضان. يعني انا الناس اللي كانت كاتبه معاه العربيه برضه موجودين معاه في المحضر، واتعرضوا على النيابه زيهم زي الاستاذ محمد رمضان. طيب خلينا ناخد بقى بعض التفاصيل. نقيب علي المنصور، هل شتمته فبادلك الشتائم، وبعد كده انت يعني هو بيقول عندك حقد من النجومية، يعني نجومية الفنانين، بالإضافة لأنك شتمته بالأم فشتمك بالأم، هل ده السبب انك لفقت له قضية سلاح كما يقول؟ أرد على سؤالك. أو هل ده حصل؟ لا الكلام ده ما حصلش يا فندم. طبعا احنا ما بنشتمش حد في الشارع، وما ينفعش نشتم حد. وعامة يا فندم لو هو دخل عندي الجنين وانا شتمته بامه، على الاقل هنمس في بعض وهيحصل اصابات وهيحصل مشكله. لو انا راجل منافق، انت مش انت يا باشا عقلك بيتوقف، واكيد هيكون الراجل اللي ظلمك عايز تاخد حقك منه، وعايز يعني راجل ظلمك، راجل افترى عليك. هقول بعض الوقائع بس نقيب علاء قبل ما عشان نكمل القصه. يعني هنا انت ما قلتلوش انتوا علمتوا الشباب العنف، انت في عبده موتة علمت الشباب البلطجة، يعني وكأنك عندك تصفية حسابات شخصية معه. يعني انت مش حابب محمد رمضان عشان عبده موتة واتهمته انه انتوا علمتوا الناس العنف والبلطجة. انا علمت الناس العنف والبلطجة؟ لا يا فندم، مفيش حاجة حصلت للكلام ده خالص. انا رجل قانون وبشوف شغلي. وتاني حاجه يا فندم، انا لو عايز اساله حاجه كنت مثلا ممكن احط له حته حشيش. تاني حاجه يا فندم، السلاح اللي معاه لازم يكون معاه تصريح دي. لو هو معهوش تصريح دي هيبقى كده مخالف للقانون ومجرم. وحتى لو كان يا فندم الاستاذ عادل امام ماشي وحاطط الطبانجه فوق في الطابلوه او انا شاهدتها، انا اعتذر له، انا هقوم بضبطه. لا وانا نحن معك حتى لو رئيس الجمهوريه سيادتك. لا اقوم بضبطه. اي القانون يجب ان يطبق على الجميع، مفيش حاجه اسمها انا ابن مين او انا مفيش حاجه اسمها ابن مين. صح الكلام، مفيش حاجه انا. طيب. انا فلان والفنان بالعكس، الفنان يجب ان يكون اكثر مسؤوليه. يعني هو الفنان طيب. لازم يكون اكثر مسؤوليه يا فندم. وتاني حاجه يا فندم، الاستاذ كريم السبكي في الحلقه السابقه قال ان السيد مدير الامن اسامه بن الصغير قال ان الاستاذ محمد رمضان يقعد في مكتب المأمور لانه مش مجرم، وان هو يعني ما عملش حاجه. لا الكلام ده ما حصلش يا فندم. اللي حصل ان احنا بشرنا التحقيقات مع الفنان محمد رمضان في مكتب المأمور، والسيد مدير الامن قال ان هو الفنان محمد رمضان يتعامل زيه زي اي مواطن جاي اي قضيه. كان في برضه مواطن جاي بفرد راح ركب عربيه الترحيلات، وراح الفنان محمد رمضان برضه ركب عربيه الترحيلات، ودي تعليمات من السيد مدير الامن. طيب. شخصيا ان هو يركبه عربيه الترحيلات زيه زي اي مواطن. طيب. خليني بقى هنا كمان، يعني ما اخذ عليك نقيب علي المنصور ده واضح، يعني كل القصه يا فندم اللي احنا بشرنا التحقيق في اوضه المأمور. طيب بس هنا انت صورت محمد رمضان وصورت الاسلحه يا فندم، ما صورت وارسلت هذه الصور للمواقع الالكترونيه. ما صورتش. هتعرف يا فندم ان الاستاذ حسن حسني والاستاذ كريم السبكي وفنانين كتير وناس كتير جدا جدا يا فندم جت الكمين عشان الفنان محمد رمضان. انا يا فندم لو عايز ابقى نجم او اتنجم كنت شفت لي صور على النت، كنت شفت لي مثلا ان انا يعني كاتب حاجه حاطط صوره لنفسي عايز اشتهر. انت حتى يا فندم ما تعرفش شكلي ايه. احنا حتى يعني طلبنا منك المجيء. حضرتك مش عارف شكلي ايه. انا لو عايز ابقى نجم وعايز كنت طلعت مع حضرتك في اللقاء. طيب نقيب علاء خليني هنا، عايز ابقى بالصوره اللي بيحكي بيها الفنان محمد رمضان دي، كنت نزلت صوره لنفسي ومش هتلاقي لي صوره يا فندم. طيب خليني بس انا عايز بس انوه، يعني انت لما سالتك انت مش عاوز تطلع ليه، فقلت انه البلطجية الذين تضامنوا مع محمد رمضان أمام الاسم ممكن يؤذوني. يعني هل يمكن أن يصل الأمر إلى ذلك؟ يصل الأمر إلى يا فندم؟ أنت لما قلت لك ما تيجي الاستوديو فقلت لي أنه البلطجية اللي تضامنوا مسجلين الخطر اللي تظاهروا أمام الاسم مع محمد رمضان ممكن يؤذوني إذا شافوا وشي. يعني
مسجلين خطر يا فندم، تضمنوا معاه جدا، لانه طبعا انت عارف الادوار اللي بيمثلها الفنان محمد رمضان يعني طالع برضو فيها في دور تاجر سلاح تاجر مخدرات، فيعني الناس بتتفرج عليه وبتحبه، واحنا برضو بنتفرج، احنا كلنا ظباط برضو بنتفرج عليه، يعني مش الفنان محمد رمضان يعني كلنا كظباط بنتفرج عليه، هو مش وحش. طيب خليني وانت معايا نقيب علي المنصوري بس اسمع استاذ احمد السبكي المنتج. استاذ احمد اهلا بيك. ازيك يا استاذ وائل، ازي حضرتك؟ استاذ احمد بالامس احنا ناقشنا الموضوع، لكن النقيب علي المنصوري وهو ضابط الشرطه الذي قام بضبط الواقعه وضبط الاسلحه له حق الرد، لانه شاف انه تم اغتياله في حلقه الامس، اغتياله معنويا وادبيا، فله حق الرد. هو بيقول ده السلاح اللي استخدمه محمد رمضان في فيلمك، فيلم عبده موتة، وهذه الأسلحة أسلحة محمد رمضان. بس أنا عايز أعقب على حاجة الأول وهقول لك كل اللي أنت عايز تقوله. اتفضل. الكلام اللي بيقوله سيادة النقيب مترستق قوي علشان تبقى عارف، هو فعلا باشر التحقيقات في نقطة الشرطة بتاعته اللي هو كان اللي مسك فيها محمد رمضان، واللي كان عند مدير الامن انا مش كريم السبكي، بس هو مترستق معاك كلام وبيقوله إن لا مدير الامن شاكر، وانا قلت لك الكلام ده على لساني امبارح، وده مش عيب على فكره، وانا ما قلتش حاجه وحشه. مدير الامن شاكر، انا والاستاذ حسن حسني كنا قاعدين في مكتبه ووصى ان محمد رمضان يتعامل معامله حسنه، انا لسه مصمم على هذا الكلام، مش عيب ان يتعامل معامله، لانه محمد رمضان مش مجرم يا سياده النقيب. محمد رمضان كان رايح عمله ويشتغل، وانت وقفته وقلت له رخصك، طلع لك رخصك، ومجرد ما مسكت الرخص نزلته من العربيه، وقبل ما يدخل عليك قال لك العسكري اللي واقف جنبك او المخبر او امين الشرطه اللي واقف جنبك قال لك ده عبده موتة. قالوا ايه يعني عبده موتة؟ نزله اجيبه. رحت داخل واخد رخصه وبعدين فتشته وقلعته الجزمه وعملته معامله سيئه للغايه. ده اللي يؤخذ عليك. بس لو محمد رمضان شايل مخدرات زي ما بتقول ولا 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 كان من حقك ان انت تعمل معاه اللي انت عايزه. يا جماعه ده رايح شغله، رايح يصور، والعربيه مليانه كل اكسسواره، كل اكسسوار اللبس والمعدات، كل حاجه خاصه بالتمثيل مع في قلب عربيته، ده عربيه عمل رايح يشتغل بيها، وفي اربعه بيركبوا معاه كل يوم، للاسف كان في ثلاثه بس واخد. طيب ربما اللي يعنيك قوي استاذ احمد هنا السلاح اللي تم ضبطه، يعني هنا بيقول قرنوه هتلاقوه نفسه سلاح فيلم عبده موتة. لا عبده موتة هي عبده موتة دي كانت حاجه اكسسوار، ما كانتش حقيقيه. عبده موتة ده كان حاجه اكسسوار، انا ماليش علاقه. انا على فكره انا ما اعرفش السلاح اللي مسكه سياده النقيب ده شكله ايه، اللي بيقول ان انا مسكته انا ما اعرفوش ولا اعرف حاجه عنه اساسا. انا كل اللي اعرفه ان السلاح اللي استخدم في عبده موتة كان اوانطه ولا يصلح للشغل واكسسوار زي ما بنشتغل في كل افلامنا على فكره، كلها تروكاج يعني مش حقيقيه. هو احنا نستعمل في التصوير حقيقيه ليه؟ احنا نموت بعض ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. طيب نقيب علاء نقيب علاء اسف نقيب علاء، هل انت قلعته الجزمه وتعمدت اهانته؟ انت بقى عبده موتة، طب تعالى، يعني هل تعمدت اهانته بهذا الشكل الذي تحدث عنه استاذ احمد؟ معلش ارد برضه على استاذ احمد السبكي، حياده السلاح الناري يعتبر جرم يجرم في قانون. وتاني حاجه يا فندم، السيد مدير الامن كانت تعليماته واضحه وصريحه ان الفنان محمد رمضان يتعامل زيه زي اي حد. لو طب هي الجزمه فيها ايه؟ لما قلعوا الجزمه هلاقي ايه؟ انا ما قلعتوش الجزمه ومحدش قلعه الجزمه ولا لمس جزمته. طيب ما حصلش الكلام ده، ما حصلش الكلام ده يا فندم. والسيد مدير الامن والسيد مدير الاداره ادونا تعليمات واضحه وصريحه بالتعامل مع الفنان محمد رمضان زيه زي اي مواطن مصري. يا فندم ما كانش ركب عربيه الترحيلات لو احنا يا فندم سعادتك بنعامله عشان هو نجم. ازاي ركب عربيه الترحيلات؟ طيب مثلا احنا فنان محمد رمضان مش مجرم، ماشي احنا بنقول ان هو شايل الموضوع ده عشان التمثيل، لكن حيازته ليه بدون تصريح وبدون ترخيص ده يعتبر جرم يحاسب عليه. هو بينفي هذه الحيازه من الاجراءات الجنائيه يا فندم. طيب هو بينفي في حد فوق القانون يا فندم؟
بينفي حيازته لهذه الأسلحة وبيقول حصل تناقض كمان في كلامك في النيابة، وإنه العربية أعلى منك بحيث إنه إنك مش ممكن تشوف السلاح، وإنك نزلت الشنط بتاعته وفتشتها وفي شنطة اتاخدت كمان. يعني نزلت الشنط بتاعته وفتشتها وفي شنطة اتاخدت؟ لا يا فندم، الكلام ده ما حصلش. انا يا فندم هو كان رايح يمثل فيلم طلع فيه دور تاجر سلاح او مجرم، انا هلبس لبس مجرمين؟ طيب استاذ احمد، عشان بس انهي استاذ احمد عشان انهي المواجهه دي، يعني كمان ايه اللي هيخلي النقيب علاء المنصوري تاني يلف يجيب اسلحه كده ويحطها لمحمد رمضان في العربيه؟ هو بينفي ذلك جمله وتفصيلا وبيقول دي اسلحه محمد رمضان. هو ما فيش عداء ما بينه وما بين محمد رمضان، هو الفكره كلها هو عمل ليه كده؟ ما انا مش فاهم برضك. يعني هو عمل واقف محمد رمضان ونزله ودخله النبطشيه واللي عمل معاه حاجات كتير جدا ما بتتعملش مع مجرم على فكره. لو هو ماسك بلطجي مش هيعمل معاه كده، هيتكلم معاه الاول وهياخد ويدي واللي وبعدين يفتشهم في الشارع ليه؟ وراح بعدين مدخله جوه ايه؟ وبعدين خرج فتش العربيه في ايه؟ رجع بالسلاح، ما علينا، حط له السلاح ما حطوش. انا ما اعرفش دي ايه اللي حصل في الواقع دي، ما كنتش معاهم. طيب انا بكلمك على حاجه ثانيه، والله العظيم والله العظيم هو بيحسس على مدير الامن الاستاذ علاء النقيب دوت، بيحسس على مدير الامن. ما يا ابني احنا الراجل مدير الامن راجل فوق دماغنا، والراجل عمل كل الواجب معانا واحترامنا في مكتبه انا والاستاذ حسن حسني، ووصى على محمد رمضان يتعامل كويس ما يتعاملش معامله المجرمين، وده حقه على فكره. واي متهم اي متهم انا عايزه يتعامل كده ما يتعاملش معامله المجرمين، هو متهم. لا بس في بلطجي ممكن يتطاول على الشرطه، محمد رمضان ما تتطاولش على الشرطه، محمد رمضان ما اقتحمش الكمين، محمد رمضان ما عملش حاجات تسيء للشرطه عشان. طيب استاذ احمد السبكي الف شكر. نقيب علاء المنصوري كلمه اخيره بس، لانه يعني هنا دايما يعني حوادث من هذا النوع تحدث كثيرا، يعني إن ضابط الشرطة زي ما أنت قلت يعني حتة الحشيش اللي بيحطها في جيب حد ممكن يتخانق معاه. أنت بتقول إنك ما لفقتش هذه القضية لمحمد رمضان، ما جبتلوش الأسلحة وحطيتها في العربية، وإنه دي أسلحته. ده كلام مؤكد؟ سلاح ناري بدون ترخيص، هو ده جرم. انا ما قلتش عليه مجرم ان هو بينزل يثبت الناس، وانا كاتب له بغرض الدفاع عن النفس في النيابه، وده انا قلته ليه؟ لانه كان هو حاطط طلقه مش في شنك، طلقه حي جوه الماسوره، وانا اللي مطلعها بايديا. فانت هنا حتى وصفت قلت دي اسلحه للدفاع عن النفس يعني. وانا وصفتها كده لانه حاطط طلقه. طب هو انت كده كده الراجل مثلا بيشتغل وبيقبض، ما بينزلش يعني يفتش حد او يثبت حد. تاني حاجه القانون صريح يا فندم، اي حادث الاسلحه الناريه وتعليمات مدير الامن لينا ومدير الاداره. طيب. ان اي ان الفنان محمد رمضان واي مواطن تاني كلهم بيتعاملوا معامله واحده، ما فيش معامله تانية. تاني حاجه يا باشا، انا احب احتفظ بحقي القانوني والمدني في الفنان محمد رمضان اللي قالوا عليا امبارح انا راجل كذاب ومنافق ومريض نفسي واتهمني اتهامات فظيعه بالتنصيب. من حقك تماما، من حقك تماما نقيب علاء انك يعني، لكن هو طبعا قال ده في سياق حديثه عن الواقعه من وجهه نظره، وانت في سياق حديثك عن الواقع من وجهة نظرك بتتهمه الآن بحيازة أسلحة بدون ترخيص يعني. نقيب علاء المنصوري بتوجه إليك بالشكر.